أولاً أنا متابعة جداً لكل النسخ السابقة للملتقى الإعلامي العربي، سعيدة جداً بهذه الدعوة الكريمة لحضور فعالية ملتقى الإعلام العربي بنسخته 19. شكراً جزيلاً على هذه الدعوة، وهي لأول مرة وإن شاء الله ما تكون الأخيرة. هذه فرصة حلوة لإعادة النظر في الوسط الإعلامي من بين الصحفيين، المذيعين، مقدمي البرامج ومختلف العاملين، وكل الجهود المبذولة لتقديم صورة جيدة ومهمة وتليق بالمشاهد العربي. فهذه فرصة لتبادل الثقافات والمعرفة والعلاقات وغيرها من التفاصيل. كانت لنا مشاركة في الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الأول اللي هي كانت عن صناعة المحتوى ورغبات المتابعين. أنا كنت من العراق، وكان برفقتي أيضا إدارة الجلسة الدكتورة مايا الهواري من الإمارات، وصانع المحتوى أسامة، وأيضا مايا كانت من البحرين. بمختلف التفاصيل تحدثنا عن صناعة المحتوى وشلون إنه إحنا نقدر نحافظ على صناعة محتوى مهم ويليق بالمشاهد أو المتابع العربي بعيد عن الإساءة.